السلام عليكم. بص يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا مثلا عايزين نبدأ ايه؟ عايزين نبدأ مشروع جديد، فاحنا هنروح نعمل فولدر كده بتاع المشروع الخاص بينا، تمام؟ نسميه مثلا المشروع بتاعي. يبقى كده احنا المشروع بتاعنا هيكون هنا، نقسم المشروع بتاعنا لكذا فولدر جواه. بعمل فولدر بحط فيه ملفات سي اس اس. انت شغال بتعمل مشروع مش بيكون ملف واحد، ملفات كتير، خلاص؟ فبحطهم في الفولدر اللي هو بتاع سي اس اس. كمان بيبقى عندي ملفات كتيره للجافا سكريبت. الجافا سكريبت احنا ما سميناهاش، بس ايه، بنعمل لها فولدر برضه، بنحط ايه ملفاتها جواها. طبعا بيبقى عندي صور كتيره، فبعمل فولدر اسمه ايمجز، بحط فيه مين؟ بحط فيه الصور بتاعتي، خلاص. هل بيبقى فيه حاجات تانية؟ اه، في لو انت حملت الخطوط مش عايز تجيبها من عند جوجل فونت، بدل ما تعمل لها امبورت زي ما عملنا في الفيديو كده، لا، ممكن ايه، في ناس بتحملها وتعمل واحد اسمه فونتس وتحط ايه اللي تحمله وتحطه هنا وتستدعيه في باللينك في سي اس عادي، خلاص. وبيكون بره هنا كده في مين؟ هنا كده بيكون في الملفات اللي هي ال HTML. اللي هو انا عملت كده واحد كده سميته مثلا اندكس دوت HTML. هتغيره اقول يس عشان يحوله لك كده. المشروع بتاعنا ده كده ايه، الملفات بتاعته بالترتيب كده. هنا في سي اس اس بنعمل الملف بتاعنا مثلا كده، سميه الستايل الخاص بيا، ولكن دوت مين؟ دوت سي اس اس، اقول يس عشان يتحول ايه ستايل سي اس اس. جميل، ماشي. طيب برضو الجافا سكريبت اللي احنا لسه قلناهاش، برضو لما بنبقى شغالين برضو بنعمل لها كده، وبنقول مثلا بنسمي اي حاجه مثلا مين دوت مين دوت جي اس، كل مين كل اس يتحول. رجع تاني كده، يتحول اهو، اهو الشكل بتاعه بقى بهذا بهذا الشكل، خلاص، ماشي، تمام. يبقى المشروع بتاعنا كده جاهز ان احنا نشغله فين؟ ماشي، مثلا احنا شغالين على الصاب لاين اهو. ايش وده عايز ايش هذا؟ انت قافل ده اهو. انا عايز افتح المشروع بتاعي، انا عملت له فولدر، فاقول له اوبن فولدر، افتح لي الفولدر اللي فيه الشغل بتاعي اللي هو انا كنت عامله فين، كنت عامله على الديسك توب، كنت مسميه ماي وورك، اقول له سيلكت، خلاص. ده القديم انا مش عايزه خالص، انا هشتغل هنا. شغلي كله فين؟ هيبقى كده انا جهزت ايه الملفات بتاعتي، خلاص. انا بفتح ادي ال HTML بتاعتي، دايما الرئيسيه بسميها اندكس. دلوقتي قبل ما نبدا شغل، افترض نفسك ان انت عندك ايش، عندك هتعمل ويب سايت لمطعم، لمدرسه، لمؤسسه معينه، ايا كان الشغل. انا لما يجي لي مثلا شغل، يعني مثلا زي اخر حاجه عملناها كانت دي حاجه شبيهه بالجمعيه الخيريه شويه، خلاص. فانا كسيد بعمل ايش؟ هل بروح افتح الايديتور كده واكتب على طول واقعد؟ لا، ما بعملش كده طبعا. اول حاجه بروح اشوف، اتفرج على شغل الناس، اشوف الناس عملت ايه، بشوف اكتر من شغل، واحد واثنين وثلاثة واربعة، واتفرج عليه، واتفرج على الويب سايت كله، كل الصفحات اللي فيه، اكتر من شغل، ومعايا ورقة وقلم كده. والحاجة وابدأ ارسم، بعد ما اتفرج ابدأ اشوف انا ممكن ارسم ازاي، الويب سايت بتاعه ازاي، اتخيله ازاي. يبقى انا بقى الاول بقعد اتفرج على شغل الناس، وبعد كده امسك ورقة وقلم اقول والله انا ممكن هعمل الهيدر كده، هعمل السكشن ده كذا، السكشن ده كذا، السكشن ده كذا، بناء على العميل بيجي يقول لي والله ان انا عايز عادي مثلا خدمات واحد واثنين وثلاثه، بقدم واحد واثنين وثلاثه. تخيل مثلا جالك واحد عمل معرض اساس بيبيع هو نوم وسفره وكراسي وحاجات من كده، فالراجل بيقول لك والله انا بعمل واحد واثنين وثلاثه، وطبعا بيقول لك انا عملت شغل قبل كده واحد واثنين وثلاثه، ويديك صور، هو بيديك الحاجات دي. طب وانا شغال شغل في الاول كده، انا بدور على الصور وببحث عنها، ودايما تنقي صور تبين شغلك وتخليه كويس. انا ده مثلا في زي ما قلنا في موقع اسمه سيم فورست كده اهو، اكتب سيم فورست وادخل عليه. اجي سيم فورست من الحاجات اللي الواحد بيقعد يتفرج عليها وبيشوف شغل الناس. ده منصه عامله كده زي سوق، الناس بتعمل شغلها ومعروف بسعر معين، خلاص. عايز تتفرج عليه، عايز تشتريه، تقدر تعمل اللي انت عايزه. يعني انا مثلا بعمل حاجه، بعمل ايش؟ بعمل مثلا وليكن لمدرسه، هبحث عن مدرسه، هيجي لي مين؟ هيجي لي شغل كتير عن مدارس معمولة. مثلا هشوف ده، هروح ادوس بريفيو، هيفتح لي اهو، استنى لما يحمل. ادي ده شغل مدرسة اهو، بص
هنا وانت بتشوف ما تتخضش من الحاجات اللي بتتحرك يمين وشمال. الحاجات دي بتتعمل بايه؟ معظمها بتتعمل بالجافا سكريبت. الحاجات دي ما تقلقش هتكون سهله فوق ما تتخيل. اهو عنده لوجو، اهو عامل منيو، عامل سيرش، زرار للسيرش، عامل زرار هنا عشان تقدر تعمل ريجستر. ده اسمه سلايدر يا جماعه، كارسول موجود في البوت ستراب. ده تتعلمه بعد كده يعني، ما تتخضش. وانا بتعلم، انا ساعه ما كنت بتعلم في الاول خالص ما كنتش بقعد اعمل ايش الكارسو ده، كنت بشوفه كنتش بعمله، ما كنتش لسه اعرف بتعمل ازاي. كنت بعمل ايه؟ كنت بحط صوره مكانه وبحط الكلام فوقيه، ولكن يتحرك كده ما كنتش اعرف. فكنت بصبر على نفسي، ما اقلقش لما اشوف حاجه ما اعرفهاش. ده سكاشن ايه، صور ايقونات، ومثلا عنوان هيدنج اهو، باراجراف، تمام. هنا صوره، هنا ادي هيدنج اهو، باراجراف برضو دي ممكن تكون ايقونه اهو، عنوان وباراجراف. شوف واتفرج على الشغل عامل ازاي. ده مدرسه يعني، واحد مثلا في المدرسه في الاول اهو، هنا بيقول لك ان احنا مثلا احنا في المستقبل واحنا بنعمل وبنعمل. هنا مثلا مميزاتنا ايش، هنا الحاجات اللي احنا قايمين عليها في التعليم، هنا الكلاسز بتاعته اللي هو بيشرحها. وابدا اشوف السكاشن هو عاملها ازاي، وشوف دايما ان شغلك هيكون سكاشن زي كده. سكاشن يعني ايه؟ يعني مثلا ووتش اور فيديو، ده سكشن لوحده اللي هو السكشن ده بالفيديو. شوف اللي فوق ده من هنا لهنا، ده سكشن لوحده اللي هو دول كده كده سكشن. شوف ده كده سيكشن، اهو لحد تحتين اللي هو ليه باك جراوند واحده، ده سيكشن. اهو كل الباك جراوند البيضه دي ده سيكشن برضه، كل ده تبع بعض في سيكشن اللي هو تحطه في ديف لوحده. دول كده الاربعه دول اللي هم في سيكشن لوحدهم، الكاروسول ده في سيكشن لوحده، المينيو دي باللوجو ده في سيكشن لوحده، صح. ودايما تشوف وهم شغالين بيعملوا ايه، عمليه واحده واحده ازاي. واحده ليها باك جراوند او كارل يعني باك جراوند او صوره تحتيها، واحده الباك جراوند بتاعتها بيضه، اللي بعديها ليها يا صوره خلفيه يا درجه من اللون، او اللي بعديها كده واحده بيضه يعني، واحده ليها درجه وواحده ملهاش، بحيث يبقى فيه عشان العين تبقى مرتاحه. واحده فاتحه كده ابيض، واحده فيها الوان، واحده ابيض واحده فيها درجه الوان، وهكذا. ده برضو حاجه كويسه في انك انت تعرف تعمل حاجه زي كده، ده حاجه كويسه جدا. انا اتفرجت على ده مثلا مدرسه، اروح اشوف مدرسه تانيه بريفيو اهو، ماشي. هبدأ أضغط عليها أهو، بسم الله. تمام، طبعا ده عشان لو أنت عايز تشتري يعني، هي هيفتح لما يفتحش في مشكلة مثلا هقفله أشوف بعد خيره. مثلا المدرسة دي بسم الله بريفيو، خلاص مستنى بس لما اتحمل فتح يبقى إيه. ده عامل أكتر من سين، يعني إيه أكتر من سين؟ يعني هما نفس الحاجة بس بألوان مختلفة. واحد مثلا شوف هنا، شوف السكشن ده أسود، السكشن ده هنا فاتح رمادي فاتح، صح؟ هنا هنا عامل سايد بار، سايد بار هنا على الشمال، هنا عامل على اليمين، ولكن نفس المحتوى هو هو. طبعا صور مختلفة وحاجات مختلفة. فأنا مثلا اختار اللي هي الديفولت رقم واحد دي، هضغط عليها خلاص كفاية رقم واحد اتفرج عليها بس. خلاص أهو، أوكي. اوكي اتفرج. طبعا ده ضغط عليه كده نزله، او برضو عامل كاروسول اهو سلايدر يعني بيلف. هنا عامل لوجو، عامل ايه زي بزراير كده معينه هو عايز يوصلها يعني. هو دي المنيو بتاعته، طبعا دي اسمها ايه اللي بتنزل منها دي، هتعلمها برضو ما تقلقوش ان شاء الله. حاطط السوشيال ميديا، حاطط سكاشن، كل حاجه، كل سيكشن تبع بعض اتفرج عليه. كنت انا بقعد اطبق الحاجات دي خلاص بي اتش تي ام ال وسيس، بس اللي يعمل لي نفس الحاجه كده. طبعا في حاجات ما كنتش بعملها زي الكابسول، كنت بحط صوره مكانه وكلام عليه وخلاص كده خلاص. يبقى انا بقعد اتفرج الاول على شغل لحد ما ما افهم انا ممكن اعمل ايه. كنت ورقه وقلم، وبعد كده اقعد اقول ارسم بالقلم كده في الورقه بتاعتي انا هعمل ايه. يعني احنا مثلا لو فتحنا الرسام بتاعنا، ادي البنت اهو، خلاص اعتبر ان الرسام بتاعي هو الورقه الفاضيه بتاعتي، بس انت امسك ورقه وقلم وقول والله ان دي كده البيضه دي هي الصفحه بتاعت الصفحه بتاعتي بتاع الويب بتاعتي. انا والله بقول مثلا انا هحط هنا كده لوجو مثلا، وهحط قايمه خلاص، وممكن ايه احط القايمه في اليمين خالص كده، ماشي. واحط ايش، ممكن احط زرار هنا مثلا، مثلا تخيل كده ان انا برسم كده. يبقى دي كده ادي القايمه بتاعتي كده، ده زرار وده اللوجو مثلا، وبعد كده احط صوره خلاص، والصورة دي عليها كلام معين، تمام. ونكبر كده، اقعد ارسم كده عادي خالص.
السكشن اللي بعده اقول مثلا من نحن، احنا مين، هنوصف الشركه بتاعتي، والله مثلا احط لهم صوره، وبعد كده الكلام اللي عنهم، الكلام بتاعهم اللي هم هيعطوه لي بعد كده، حط اي كلام تكست لحد ما هم يجيبوا الكلام بتاعهم. ده كده في سكشن لوحده. وبعد كده هفتح سكشن جديد، انزل تحت شويه كده، كمان شويه، كمان شويه، اهو سكشن جديد مثلا اهو، وليكن السكشن ده بيتكلم عن الاعمال، الاعمال بتاعتهم، والله الاعمال بتاعتهم مثلا احطها في سكشن كده مثلا، اعمالهم، عملوا مثلا هذه الاعمال، العمل الاول، العمل الثاني، العمل الثالث، وهكذا. وبعد كده نعمل سيكشن جديد مثلا، وليكن ان هو مميزاتهم، المميزات بتاعتهم مثلا، احطها في سكشن، احاول ايه انوع واخلي الشغل بتاعي اختار الوان تمشي مع بعضيها وهكذا. يبقى عندي الهيدر وعندي كده وسكاشن، واقول مثلا اراء الناس في الشغل بتاعتهم، سيكشن جديد، والله الناس بتقول علينا، الناس اللي اتعاملت معانا بتقول كذا وكذا 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 وكذا. وبعد كده مثلا في فوتر، في حاجه اسمها فوتر، الفوتر ده اعتبره زي ملخص كل اللي فوق كده، خلاص. مين الفوتر بتاعك، خلاص كده. يبقى انا وانا شغال لازم اشوف شغل الناس الاول، اشوفهم عملوا ايه، عشان ابدا اقدر اعمل ايه، اعمل حاجه زي، خلاص، ده حاجه مبدئيا عايزين نتفق عليها، تمام كده.